يا سلام. نبدأ بأول بقى فقراتنا وهنروح للوادي الجديد وتقرير عن صناعة الخزف اليدوي. خلينا نروح نتابع. الشغل الواحات حلو خاص زي الطواجن والطفايات والبلصات والقلل والحاجات الاسلاميه وكده. دي الطفله دي عباره عن طبعا الطفله بنجيبها من الصحراء متوفره في الجبل هنا، فبنجيبها اخد بال حضرتك بنجيب الفصوص اللي هي الحجاره نفسها، فبنحطها في حوض كبير مليان ميه. الحوض بتطلع اللي بعد ما تمشي تاخد 3 ايام تطلع ربة زي ما انت شايف حضرتك كده اهو. الربة دي بنيجي نفرتها على الارض، يكون الارض اسمنت تمتص الميه بتاعتها فبتطلع الطينه ماسكه نفسها كده. الطينه دي هي دي العباره اللي هي اللي بنشتغل بيها، بتتخاتب بالرجل وبالايد، لو فيها حصوه فيها حاجه بتتشال. بعد كده بنشكل على الدولاب اللي زي ما تشاف حضرتك كده، ده اسمه الدولاب الفرعوني. بيبقى فيه طبعا الاوردر المطلوب مني على حسب الطلبيه، مثلا اللي جايه فازات كبيره فازات صغيره اسلاميه بتاع، واجي انفذها على الدولاب. بعد ما اخلص الانتاج مثلا بيطلع الشمس بتاخد بيغد ربع ساعه، بتاخد ربع ساعه في الشمس. بعد كده بتيجي من الشمس ترجع تاني على الدولاب هنا، اعمل عمليه نظافه زي ما شايف حضرتك الدبله من تحت، الدبله كده القاعده بتاعتها اخد بالك. بعد كده تخش الزخرفه عند البنات، تاني يوم بتخش الزخرفه يكون ماسكت نفسها شويه. شغلنا يدوي وطبيعي جدا، يعني ما دخلهوش اي ماده من بره. ماشي يعني بص، بتيجي طفله من الجبل تتخدم هنا في الحوض، تتحط 3 ايام وبعدين يشتغل على الدولاب كله يدوي في يدوي لحد ما تطلع لك من الفرن. بعد كده نظام بيتعمل لها عمليه صنفره وسفنجه بالميه، بنجيب ميه وسفنجه ونسفنج عشان نشيل كميه الاملاح اللي داخله جوه، لان احنا ميتنا فيها نسبه، ما تطلع بتطلع الفخاره الحمراء بتاعتنا النظيفه، ما يطلعش فيها الجير الابيض اللي هي بتبقى مبيضه من الجنب، ده هي دي الاملاح بتاعتنا. وبعد كده بتدخل الفرن تاخد اول حرقه اللي هي حرقه البسكوت اللي هي اللون الاحمر الاساسي بتاعنا الفخار. بعد كده في حرقه تاني اللي هي حرقه الجليز، في حاجه اسمها اللي هي الرمل، ده الرمل ده نظام الفازه بعد ما بتتحرق بتبقى فخار، بناخدها بنجيب حجاره من الجبل نصحنها ونشتغل بالغرة والرمل. الوان كلها طبيعيه جايه من الجبل، حجاره ما فيهاش اي اضافات صناعيه داخله على الليله خالص، كلها الوان طبيعيه جايه من الجبل. عشان كده بقول لك كل شغلنا يدوي ما فيش اي حاجه صناعيه داخله عليه. I'm particularly interested in the crafts of the. في الواقع أنا شديدة الاهتمام بالحرف اليدوية بالواحات المصرية، وأنا سعيدة للغاية للحفاظ على هذا التراث لمواجهة ما يعرض في الأسواق المحلية من المنتجات الصينية. الواحات بها العديد من هذه الحرف اليدوية، وهذا جيد في ظل غياب العديد منها في عدد من المناطق بدلا من المنتجات البلاستيكية، فهذه المواد الطبيعية جيدة جدا ومن الهام الحفاظ على هذا التراث للعالم كله. أنامل ذهبية تحول رماد الصخور والجبال إلى منحوتات فنية يدوية تعيد للبيئة المصرية رونقها وتفردها وأصالتها من خلال الحفاظ على هذا الإرث الحضري والثقافي. من مركز الحرف اليدوية بمحافظة الوادي الجديد، مينا مكرم، أون لايف.